السلام عليكم. اليوم نريكم المصنوع مشروع التكنولوجي كيف أصنف الحيوانات. كيف تشوفون عندنا صور لحيوانات أليفة، وأن الصور للحيوانات تعيش في الماء، ولدينا صور للحيوانات تعيش في التربة، وصور للحيوانات تطير، وصور للحيوانات زاحفة. وكما ترون لدينا حيوانات فقرية وحيوانات لا فقرية. حيوانات فقرية مثل الفيل والأسد والنمر، والحيوانات لا فقرية مثل النحل والفراشة والصرصور. ولدينا هنا الأسماك والبرمائيين والزاحف والطائر والثدي، السمكة مثل الدولفين الحوت والسمك، والبرمائي مثل السلحفاة والتمساح، والزواحف مثل الضفادع والسلحفاة، والطائرة يعني الببغاء الناس الغراب، والثدي مثل البقرة والخرفان والجمل. ومع السلامة. مع السلامة.